اللي هو عاوز ايه، لكن مش هيصرحوا ايه اللي هيقوله على ترابيزه المفاوضات، الى اي مدى مساندته للطرف اللي بيسانده. يعني روسيا مؤقتا هتساند الاسد في عبور الفتره دي، امريكا بتساعد المقاومه على اساس حريات الانسان والديمقراطيه والى اخره، كلها مبادئ هتتلائم على طاولة المفاوضات إن شاء الله. نعم. طب هناك من يقول أن الخطة ب تنطوي على زيادة الدعم للمعارضة السورية المسلحة، لكن مصادر دبلوماسية ألمحت والصحافة الأمريكية إلى أن الخطة قد تشتمل على تدخل عسكري للولايات المتحدة والتحالف الدولي. إذا حدث ذلك على الأرض كيف سيكون؟ ده أنا أعتقد يعني هم النهاردة بيحاولوا الوصول لهذه الحالة، لأن لو وصلوا إلى الحالة اللي حضرتك بتقولي عليها وتدخل عسكري على مستوى روسيا، مش هتسكت وهيحصل فيه مواجهة بين القوتين الأعظم. أعتقد أن واشنطن وموسكو من التعقل أنهم لابد أنهم يحودوا عن هذا الطريق ويحاولوا يجدوا له البديل المناسب. نعم. طيب احنا هناخد هذا الاتصال الهاتفي عبر الهواء مباشرة مع الدكتور منذر سليمان، مدير مركز الدراسات السياسية. برحب بسيادتك دكتور منذر. العربية والأمريكية. أهلا بحضرتك. نحن نتحدث عن التصريحات الأمريكية الأخيرة بأن سيكون هناك خطة بديلة للتعامل مع الملف السوري إذ لم يتم اتفاق من قبل روسيا في الفترة المقبلة. هذه الخطة البديلة قد يكون هناك تقسيم لسوريا، كيف يمكن النظر لهذا الموقف يا فندم؟ هذا الموقف بالدرجة الأولى هو ردة فعل على الانتقادات الداخلية في الإدارة والانتقادات من حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين، خاصة تركيا السعودية وغيرها من الذين يعتقدون أن الدور الأمريكي يقدم تنازلات كثيرة للموقف الروسي. فهي بالدرجة الأولى محاولة الضغط باتجاه أن تقوم روسيا أيضا ممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل تسهيل بعض التطبيقات، خاصة حول تعقيدات مسألة استمرار العمل العسكري ضد بعض المنظمات التي يشتبه بأنها إرهابية ولكنها غير مصنفة بشكل دقيق، في ظل وضع ميداني أن بعض المنظمات المسلحة ترتبط بعلاقات مع جبهة النصرة المصنفة إرهابية ولكنها تحاول التمويه أحيانا على ذلك. إذن القصد الأمريكي هو محاولة ممارسة ضغط عالي بهذا الاتجاه، وليس بالضرورة أن هناك خطة لتقسيم سوريا. وعلى فكرة موضوع تقسيم سوريا ليس مسألة يعني تستطيع أن تقررها الولايات المتحدة ويتم التنفيذ على الأرض. هو هذا سيعني بالمقابل أن روسيا وحلفائها والسلطات السورية ستكون في موضع الاستمرار في العمل العسكري لإعادة توحيد سوريا مجددا، يعني بمعنى أنه ما هو قائم حاليا أنه في هناك منطقة يمكن أن تحسب للأكراد، وأن يكون هناك منطقة يمكن تحسب للسنة، ومنطقة يمكن تكون درزية، ومنطقة علوية. هذا الأمر يعني صعب عملية التنفيذ فيه، لأنه لم ستستمر داعش بقدرتها على البقاء، وسيكون هناك استمرار للصراع في سوريا أصلا. يعني موضوع الطرح مسألة التقسيم هي تلويح للضغط وليست مسألة جدية، لأنها أيضا بسبب التقدم الميداني للجيش العربي السوري مع حلفائه وبدعم روسي ويقضي على كل منطق الحديث عن التقسيمات ما عدا فقط الجانب المتعلق بالأكراد، لأن هناك يبدو نوع من التقاطع في الموقف الروسي والموقف الأمريكي حول دعم الجماعات الكردية لأنها تقاتل داعش. إذن وتركيا تخشى من أن يكون هناك شريط يمتد ومتصل للأكراد في الشمال السوري يمكن أن يصبح على حدود تركيا
مما يشكل ايضا خطرا على الوضع الداخلي التركي، لان هناك ايضا اكراد بالملايين في تركيا ويمكن ان يكون هناك ردة فعل لهم. اذا نحن لسنا امام تهديد جدي بالتقسيم، نحن امام المشكلة الاولى هي مسألة كيف يتم التزام وقف اطلاق النار وحصر القوى التي لا تلتزم بانها قوى ارهابية، وان يتم توجيه العمل العسكري المشترك. لاحظي ان الموقف الامريكي لا يعترف بانه تراجع عن مواقفه السابقه، هو يقول بان روسيا ستدخل في مستنقع ويرفض التنسيق الميداني فقط مع امريكا. هو وافق على التنسيق في مجال امكانيه حدوث يعني مشكلات او تصادم بالطائرات وغيره، ولكن ميدانيا الان اللجنه العسكريه المنبثقه عن اتفاق ميونخ تعني انه يكون هناك تنسيق ميداني. نعم. موضوع التثبيت او التثبت ووجود خط ساخن للتفاهم حول توسيع تطبيق وقف اطلاق النار وما هي الجماعات التي يفترض ان تستهدف والجماعات التي لا تستهدف، هذا يعني انه ان التنسيق الميداني يتم. اذا لا تعترف الولايات المتحده بانها تقوم بتنسيق ميداني في سوريا مع روسيا، ولكنها عمليا في حال تطبيق هذا الاتفاق هي سيؤدي الامر لذلك. ذلك يعتبر نوع من التهديد والتلويح للضغوط لممارسه الضغوط وليس امرا جديا. هذا لا يعني انه لا توجد قوه ترغب في تقسيم سوريا وفي مقدمتها الكيان الاسرائيلي وحلفائه، وان يكون هناك ايضا بعض القوى في الداخل السوري يعتقدون بانه هذا هو الحل الافضل في ظل عدم قدرتهم على تحقيق انتصارات عسكريه، ولكن في ظل قدرة السلطات السورية والجيش العربي السوري على تحقيق انتصارات ميدانية في مناطق مختلفة، سيكون من الصعب جدا أن يكون هناك توجه لتقسيم سوريا وألا يكون هناك عمل عسكري مستمر، لأنه من قبل خاصة روسيا التي تدرك أن عملية التقسيم ستؤدي إلى استمرار العنف استمرار الإرهاب في سوريا ولن يكون هناك حل. وبالتالي أيضا موقف الروسي نلاحظ أنه يشكك ويدرك مثل هذه التهديدات أنها لا مغزى لها، لذلك تحدث العديد من المسؤولين الروس لأنه لا يوجد بالفعل خطة به. على فكرة في الكونغرس الأمريكي عند شهادة كيري أيضا شكك العديد من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري بأنه بالفعل لا يوجد خطة به، أنه لو كان هناك خطة غير الخطة القائمة لكنا عرفنا عنها، وأن هذا الموضوع بالتلويح موضوع التقسيم ليس هو خطة، هو نوع من التوجه لتعزيز بقاء هو خارج عن نطاق السيطرة تستطيع الاستمرار بالعمل العسكري وإطالة أمد الحرب السورية وليس بالضرورة التوصل. طيب إذا كان دكتور منذر الأمر هكذا، طب لماذا خرجت هذه التصريحات الأمريكية وأمهلت روسيا أشهر قليلة؟ يعني لاحظي أن الاختبار الحقيقي هو سيكون بمدى سريان موضوع وقف العمليات العسكرية. إذا كان هذا الأمر سيتم وكيفية حصوله ميدانيا هو الذي سيقرر، الحديث عن شهر وشهرين هو يعني مسألة غير مباشرة الآن، هو مرتبطة أولا بأن يكون موضوع وقف اطلاق النار والتزام ودعوة المنظمات أكبر عدد منها للالتزام بوقف اطلاق النار، وأن يتوافق مع ذلك إعادة استئناف العمل التفاوضي العملية السياسية. إذا هي محاولة المناورات التي والتكتيكات التي تمارس لتغطية بعض المواقف وتغطية بعض التنازلات من جهة، والضغط من أجل إنجاح مسألة وقف العمليات العسكرية، لأنه شروط بعض أطراف المعارضة التي اجتمعت في السعودية تحديدا هو أن يتوقف القصف الجوي من قبل روسيا ومن قبل السلطات السورية. إذا هم يحاولون أن يسايروا هذه المواقف الأمريكيين بالقول بأننا نمارس ضغطنا على الروس وعلى النظام من أجل تعديل الموقف، وليس بالضرورة يعني هناك خطة تفصيلية قادرين على تنفيذها. إذا هم غير قادرين على التدخل البري بأنفسهم يقولون ذلك، فكيف سيستطيعون
فرض عملية التقسيم أصلا. يعني إذا هم لا يستطيعون فرض حل سياسي كيف يستطيعون فرض تقسيم؟ هم سيشجعون إطالة أمد الأزمة لأكثر ولا أقل. نعم. أعلنت اليوم الهيئة العليا للمعارضة السورية التزام نحو 100 فصيل مقاتل بالاتفاق الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار في سوريا. كيف يمكن أن نقرأ هذا التصريح؟ هذه خطوة مشجعة لأنه هناك إمكانية لزيادة عدد القوى التي ستلتزم أو تعلن التزامها بوقف إطلاق النار، ورغم أنه ميدانيا أخلت جبهة النصرة العديد من المناطق وسلمتها لبعض هذه المنظمات التي أعلنت التزامها أو استعدادها لوقف إطلاق النار، باعتقادهم أن يقوموا بمناورة لتخفيف إمكانية استهداف جماعة جبهة النصرة المتواجدين في عدة مناطق. ولكن إذا كان هناك من 100 وربما سيكون هناك إضافة على ذلك بالعشرات من المنظمات أو يعني التجمعات المسلحة بمسميات مختلفة ستنخرط، هو في محاولة يعني كبرى تتم من أجل وقف العمليات العسكرية التي تحاصر هذه الجماعات المسلحة. إذن هذا سيكون عمل إيجابي سيدفع بديمستورا إلى أن يقدم تقريره للأمم المتحدة بأن هناك إمكانية للنجاح الميداني، وعلينا أن نركز على كيفية ضبط الانتهاكات المحتملة ومحاولة حلها. وبالطبع أن هناك اختبار في فترة يعني طيلة عن أسبوع أسبوعين سيكون فترة اختبار لما يتم، وبالتالي إذا تم استئناف العملية السياسية مع مزيد من الانخراط من مجموعات بوقف إطلاق النار، هذا سيعني أن اتجاه الحل السياسي سيصبح هو الغالب وخسر الحرب فقط الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة والمتفق عليها وهي داعش وجبهة النصرة ومن يتفق معهما. المبعوث الأممي ديمستورا زي ما ذكرت حضرتك الآن وصف هذا اليوم بأنه سيكون مصيري فيما يخص الهدنة أو وقف إطلاق النار. في رأيك يعني هل سيتم بالفعل التوصل لذلك الأمر، ولماذا وصف ديمستورا هذا اليوم بأنه سيكون مصيري؟ مصيري لأنه إذا كان هناك من تطبيق ولو تطبيق غير كامل لوقف إطلاق النار، لوقف العمليات العسكرية، إذا كان هناك من مزيد من الجماعات التي تعلن التزامها بالموعد المحدد وتقترب من هذا الموعد بقولها بأنها ستوقف العمليات، وخاصة مع إعلان دعم وقف إطلاق النار من قبل أولا أعلنت السلطات السورية وأعلنت روسيا بالتأكيد وإيران أنها تدعم هذا الموقف ودول كثيرة تدعم هذا الموقف، معنى ذلك أنه هو ينتظر أن يكون هناك زخم ينطلق من أن قطاعات واسعة ميدانية ستلتزم بوقف إطلاق النار، وبالتالي هذا سيعزل الإرهابيين أكثر. وصحيح أن ستكون هناك منطقة رمادية بين القوى التي تتوزع الولاءات ويمكن أن تغير من مواقعها أو من ولاءاتها يعني ميدانيا، ولكن هذا لن يعطل الزخم الذي يستمر في العمليات. إذن هو يعتبر أنه مجرد أن يكون هناك مزيد من القوى تلتزم وأن يكون هناك الاختبار الميداني تحقق فعليا لوقف العمليات في المناطق التي يفترض أن هناك مساعدات إنسانية ستصلها وغيرها، هذا سيعني أنه فعلا توجه إيجابي جدا سيساعده في إطلاق وتحديد موعد استئناف